ولكن اسمحوا لنا ان البدايه مش هتكون بهذا القدر من يعني الاخبار مش حلوه صحيح. يعني لان احنا هتكون بدايتنا مع حضراتكم ان احنا بنتوجه لانفسنا الحقيقه اولا ولكل حضراتكم باحر تعزينا في وفاه الفنانه الكبيره الجميله ذات الكاريزما شديده الخصوصيه دلال عبد العزيز، واللي كلنا بنعتبرها يعني الى جانب تقديرنا ليها ولفنها هي كمان من الشخصيات اللي كل الناس اجمعت على طيبتها وقد ايه انسانه اصيله وقد ايه كانت صاحبه واجب. دايما حضراتكم تلاقوها في كل المناسبات وخصوصا الحزينه منها لازم تلاقوها في اوائل الحضور. فنانه كبيره وطبعا قصه حب عظيمه جمعت ما بينها وبين الراحل الكبير اللي فقدناه برضو من فتره مش طويله الفنان الكبير سمير غانم. قصه حب جمعت ما بينهم لمده 37 سنه الحقيقه، يعني جمعهم الحب وجمعتهم السينما والفن وجمعهم المرض وللاسف في النهايه جمعهم الموت. فطبعا احر تعزينا لدنيا وامي سمير غانم ولزملاء الاعزاء حسن الرداد ورامي رضوان، يعني عظم الله اجركم وخالص تعزينا. أنا بضم صوتي لصوتك، وأعتقد كل المصريين وكل العرب مش بس المصريين بيضموا صوتهم لينا، لأن امبارح كان في حالة من الحزن الشديد، مش فكرة بس فنان رحل أو شخصية رحلت، لا هي زي ما أنت قلت في ناس كده بتبقى محبوبة من الجميع، يعني ودلال عبد العزيز وسمير غانم يمكن من الثنائيات اللي كانت موجودة اللي محبوبة جدا، بيفكرونا بيه يمكن شويكار وفؤاد المهندس، بجد يعني كابل كان جميل وروحه حلوة ومحبوب من الجميع، وكمان زي ما انت قلت يعني جمعهم الحب والزواج والعشره والمرض وكمان الموت، ولكن يعني للاسف هي دي الحياه. برضو خلينا نقول فنانه دلال عبد العزيز هي من مواليد 60، يعني هي كمان يعني سبحان الله هي مش كبيره ابدا في السن، تقريبا توفت وعندها دلوقتي 61 سنه، واتجوزت سمير غانم الفنان العظيم الراحل ايضا كان عام 1948. وعايزه اقول لحضراتكم ان هو زي ما احنا عارفين توفي شهر 5 اللي فات، وهي يعني توفيت بالامس شهر 8، يمكن الفرق بس 3 شهور. ربنا يرحمهم يا رب، وتعازينا اكيد لاسرتهم، وصدمه كبيره قوي على البنات يعني دنيا وامي، لما اكتر 2 ما اعتقدش في حد في الدنيا بيبقى اهله في حد اغلى منهم عنده، فلما حد بيفقد ابوه وبعدين امه ورا بعض كمان طبعا. ربنا يصبركم في هذه المصيبه، ربنا يقويكم، لان الواحد دلوقتي لا يملك غير ان هو يكون يعني قوي وان هو يدعي، فربنا يرحمهم يا رب. يعني وزي ما احنا هنرجع نقول تاني بيرحل الانسان ولكن بتبقى يعني اعماله وذكراه. اكيد اكيد يعني فعلا كلنا بندعي ان ربنا يربط على قلوبهم، لان بصوا حضراتكم مشاعرنا احنا تجاه سمير غانم ودلال عبد العزيز رحمه الله عليهم، ما بالكم بمشاعر بناتهم، يعني اكيد حاجه مش سهله. والحقيقه سمير غانم ودلال عبد العزيز رحمه الله عليهم كانوا برضو من الثنائيات اللي وضعهم كان استثنائي جدا على كل الاصعده، من اطول قصص الحب ومن اطول قصص الزواج، رغم فرق السن كمان كان 20 سنه تقريبا ما بينهم، وبعدين طول عمرهم بعيد، هما الاثنين بعيد كل البعد عن اي مشاكل، عمرك ما تسمعي اسم سمير غانم او دلال عبد العزيز طرف اي مشكله. فيعني رحمه صحيح. الله عليه. لا هي شخصيه جميله، وزي ما كله كان بينعيها امبارح كان بيتكلموا كده حبيبه الكل وصاحبه الواجب، صحيح. يعني ما فيش حد غير نتكلم عليها كده. ولو هحكي حاجه سريعه جدا في ثواني كمان يا كريم، زمان كنت انا والزميل العزيز رامي رضوان بنعمل برنامج صباحي مع بعض، فهي كانت عارفاني كويس، قابلتها بالصدفه، كان معاها برده الله يرحمها رجاء الجداوي، وقابلتهم في احد البواخر يعني في الزمالك، وسلمت عليا قوي وقعدت تقول لي كلام جميل جدا، يعني انا بتفرج عليكم وانتوا عاملين شغل حلو، وما تعرفنيش يعني ما تعرفيش اول مره تقابلني، ولكن قد ايه ذوق، قد ايه بتديك كلام الواحد بس لما بيبتسم في وش حد قد ايه بتفرق، لا كمان لما تبقى فنانه كبيره بتيجي تتكلم معاك. ساعتها كنت انا لسه ببتدي على فكره اصلا في الاعلام، فست جميله، والمواقف الصغيره دي هي دي اللي الواحد بيفتكرها. على كل حال ربنا يرحمهم ويصبرنا جميعا يا رب. اللهم امين.